موجز لعمل انبائي السياحية يأتيكم من قناة وجريدة تحواس براس الإلكترونية أهلا بكم بداية يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء وحسب بيان رئاسة الجمهورية فسيخصص هذا الاجتماع لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية تسمسيلة وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع هذا وكشفت المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية صبيحة اليوم الأحد عن حدوث خلل تقني على مستوى محطة الحراش بالجزائر العاصمة وحسب بيان الشركة فإن حركة قطارات الضحية بين الجزائر العاصمة وكل من أثنية زيرالدا العفرون وتيزي ستشهد اضطرابا مؤقتا اليوم وفي أحوال الطقس نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الأحد من هبوب رياح قوية على بعض ولاية الوطن وأشرزت المصالح في التنبيه أن الرياح المرتقبة من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية منتصف الليل في كل من ولايات البواقي تبسة خنشلة وستشهد بعض المناطق الجنوبية رياح مرفوقة بزوابع رملية ابتداء من التاسعة صباحا إلى السادسة مساء في كل من عين صالح درار برج باجي مختار وفي نشريه بحريه خاصه نبهت من رياح قويه وامواج عاليه في السواحل الوسطى والشرقيه للبلاد في كل من العاصمه دلس ازفون بجايه جيجل سكيكده عنابه والقاله الى هنا مشاهدينا مستمعينا نصل الى ختام هذا الموجز دمتم في رعايه الله وحفظه سلام